تقول له اعمل المشروع يقول لك طب انا بس هعمل دراسه جدوى. احنا ما بقاش عندنا وقت نفقده اكتر من كده في الدراسات. في غير محله اكتر يعني حفر قناة السويس ده انجاز طبعا كبير انه تم السنة، لكن في حفارات جبناها من كل حتة في العالم وكلفت مبلغ كبير. منها وجزء كتير من الشغل اللي بيتعمل كان الهدف منه استعادة الثقة في الناس. خلص في 19 قلت له لو سمحت انا عايز الانتاج كله في 18 ونبذل جهد لهذا الموضوع. طب الاهالي ده بدون مال جمع يا دكتور؟ طب ليه؟ لان دراسه الموضوع البيئه الاجتماعيه كانت بتقول ان الراجل اللي بيشتغل في البيت فوق بينزل يشتغل في الورشه ده ويطلب الشاي يبعته له، يطلب الغداء ينزله له، تعبان شويه يطلع ينام. فلما احنا عملنا الكلام ده احنا عملنا مدينه بس. احنا واحنا في مصر دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها كنا هنحقق فقط 20 ل 25% مما حققناه.